وإحنا بنتكلم عن ليلة القدر وعن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي سيدنا النبي نبهنا إن القضية مش قضية إن أنا أقوم لوحدي أقيم ليلة القدر أو العشر الأواخر، لا، ده النص إن سيدنا النبي إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله. والغرض من كده يا جماعة إن إحنا نعرف قدر وأهمية الطاعة والعبادة في الأيام دي، وعشان أعرف قدر وأهمية الطاعة والعبادة في الأيام دي ما اقتصرش في الطاعة على نفسي، أنا هأسأل عن أهلي، عن زوجتي، عن أولادي، عن أهل بيتي. المفروض إن إحنا في الأيام دي بنتعاون وبنشجع بعض وبنحمس بعض للطاعة والعبادة في شهر رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر، لأن سيدنا النبي بيقول لنا كده في أحاديث كثيرة جدا. سيدنا النبي ينبهنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل أن أنت حضرتك لو صادفت الطاعة والعبادة والقبول في هذه الليلة في ليلة القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صيام وقيام رمضان إن شاء الله، وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر وأن نكون فيها من المقبولين. ليلة واحدة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني كل الطاعة اللي بتعملها أنت بتعملها عشان بتعملها لله، مؤمن بالله إن ده فرض من ربنا. احتسابا يعني لا تحتسب الأجر ولا تطلب الأجر من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. فتخيل كده ليلة لما ربنا يكرمنا ويوفقنا فيها وربنا يتقبل منا الطاعة في الليلة دي، غفر له ما تقدم من ذنبه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.